توفير المرافق التربويه بالمجمعات السكنيه الاقتصاديه للنواب المحترمين عبد الحق شفيق، حليمه العسالي، احمد نيشان وفاطمه مستغفر من فريق اتحاد الحركات الشعبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، تزامنا مع السياسه الرشيده لمولانا صاحب جلاله حفظه الله ورعاه الراميه الى محاربه السكن غير لائق وتوفير مساكن اقتصاديه لرعايا الاوفياء من ذوي الدخل المحدود، يفترض برمجه انجاز مرافق حيويه بجانب هذه المجموعات السكنيه حتى تستجيب لحاجيات الساكنه الملحه في مجال التعليم والصحه وغيرهما من المرافق الاجتماعيه والثقافيه الضروريه، والتنسيق بين مختلف المتدخلين قصد تحقيق نجاعه هذه المشاريع والاستفاده منها. سيد الوزير، هل تنسق وزارتكم وقرة مع الوزارة المكلفة بالاستكان والتعمير في مجال تطبيق الخريطة المدرسية؟ تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا لسيد النائب. أذكر سيد النائب سيد الرئيس بأننا نعمل انطلاقا من المساطير المنظمة للتعمير سواء بالمجال الحضري أو بالمجال القروي، وفي هذا الإطار تعقد كما تعلمون عدة اجتماعات ذات طابع تنسيقي من أجل تحديد الحاجيات خاصة في كل ما له علاقة بالتجهيزات العمومية. والهدف الأساسي من عملية التنسيق هو توافق المشاريع السكنية وإعداد السكان مع التجهيزات العمومية المرتقبة. بالأكثر من ذلك سيد الرئيس، الأكاديميات الجهوية في إطار نهج سياسة القرب تعمل كذلك بتنسيق مع المنتخبين ومع السكان من أجل وضع خرائط تربوية تستجيب للحاجيات المحلية الإقليمية والجهوية. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا. هل هناك من تعقيب؟ تفضل الوزير. لابد لي أن أضعكم في الصورة. سيد الوزير، السكن الاقتصادي بجهة دار البيضاء الكبرى لدشن سيدنا الله ينصره مؤخرا. السكن الاقتصادي سيد الوزير أن كنوجدوا في مجموعة سكنية اقتصادية كتراوح ما بين 10,000 مسكن إلى 3,000 مسكن. سيد الوزير، أن هذا السكن الاقتصادي مع بالطبع أنه تم كناش تحملات بعد ذلك تم الترخيص ديالو. كناش تحمل على أساس أنه هذا المقاول يبني المدرسة طبقا الخريطة المدرسية وطبقا المتطلبات الساكنة. كيف يعقل سيد الوزير أن هذا المقاول كيبني مدرسة فيها حجيرات؟ ومع الاسف دخلنا السيد الوزير انه كتجيو نتوما وكتدشنوا هذه المدرسه اللي فيها حجيرات، وهذه في جهه الدار البيضاء وبالضبط جنوب غرب البيضاء، انكم جيتوا ودشنتوا هذه المدرسه اللي فيها حجيرات معدوده. هذا التدشين السيد الوزير كنعتبروا احنا هذه الشرعيه طبقتوا الشرعيه لتغطيه العمل الاجرامي اللي دار بها ذاك المقاول، لان المقاول ما بناش المدرسه اللي غادت ما بناش هذيك المدرسه اللي غتكفي مجموعه السكان. كيف يعقل السيد الوزير ان 10,000 مسكن فيها مدرسه فيها حجيرات، 10,000 مسكن 10,000 اسره، حنا نديروا كل اسره تعطينا عن طفل، 10,000 طفل خاصنا 250 حجره، حنا المغاربه كنولدوا خمسه، حنا نديروا غير واحد، اذا 250 حجره في مدرسه واحده. إذا السيد الوزير، أنتم كنعرفوا كتبتازوا بالنزاهة ديالكم وبالكفاءة ديالكم وبالسمعة ديالكم، أنا عارفينها، ولكن السيد الوزير المسؤولين اللي تابعين النفوذ ديالك هما اللي جعلوا يخليوك تدشن هذه المدرسة اللي فيها حجيرات، والسبب معروف اللي باش تغطي على هذا المقاول اللي شاد هذا المشروع هذا، اللي هذه المدرسة ما بناش سبيل الله. هاد المدرسة ما تبناش سبيل الله، هاد المدرسة بناها على الامتيازات اللي خادها في ذاك المشروع، لأن المشروع بناه في أرض فلاحية. شكرا سيد النائب. واستعمل حق الهواء وبناه في المناطق الخضراء.
شكرا سيد النائب، نترك السيد الوزير. خلي الوزير يجاوب. لكم من تعقيب سيد الوزير. لا تنشكر السيد النائب على حرصه بالنسبة لاحترام المواصفات. وأؤكد للسيد النائب المحترم بأننا نعمل على احترام كل المواصفات. وأنا ألتزم أمامه، إذا كان له مشروعا تربويا سأكون بجانبه لتدشينه. شكرا.